لجمع الدمية. سهل ولا مش سهل؟ السؤال اللي جاي مش هقول لكم ولا هقول لكم سهل ولا صعب، عشان انتوا ما بتسمعوش كلامي. لما اقول لكم سهل ما بتاخدوش الجوكر. هعمل ايه انا دلوقتي؟ شوفوا عايزين تعملوا ايه. سؤال في الادب وسؤال صعب جدا. ادب والسؤال هو اديب عربي مؤلف روايه حدث ابو هريره قال، فمن هو؟ حدث ابو هريره قال محمد السيد. 20 نقطة. محمد المسعدي. محمد المسعدي إجابة خاطئة. كتبها 1939 واتنشرت 1973، بعديها بقد إيه؟ إيه؟ 34 سنة. اتفضل. محمود المسعدي. أنا مرضتش أعقب على إجابتك علشان ما اديش أي إنديكيشن لجامعة كفر الشيخ. جوكر قصاد جوكر. محمد ومحمود تفرق. الجوكر رجع لكم تاني. إجابة صحيحة. 20 نقطة مهمين جدا لكفر الشيخ. الجوكر رجع لكم والنتيجة 50 جامعة كفر الشيخ، 30 جامعة دمياط. جنسيته إيه يا محمد؟ تقريبا تونسي. صح، تونسي. كان لازم تصبر شويه وتقولوا الاسم لبعض وتتاكدوا، تفرق. ما تستعجلوش في الفقره الاولى، خدوا وقتكم. اخر سؤالين في الفقره في العلوم، واول سؤال لجامعه كفر الشيخ علوم.